أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. السلام عليكم، معكم عبد المدين شكون عطيرة. خوت بغيت نتوجه لهاد الناس هادو المسؤولين بالنسبة للتعليم. سبابي أستاذ باش تخرج من الدراسة تاعي وقاطع الدراسة ومشيت للتكوين، مشيت للتكوين باش نقرا وندير شي حاجة. أستاذ ملي بغا شي قريني قال لي مخلص اللوازم تاعي وهادي، قال لي صافي تكمل تقرا. ملي جا الاخر ديال العام قريت شي عامين، في جيت في الاخر ديال العام وقال لي وسقطني على حساب الفراشيد. ملي كنجي للتيوري عندي لقاط مزيانه 20 19، ملي كنجي للبراشيك شي حط لي 6 5 باش يسقطني. علاش هاد الشيء هذا؟ وبالنسبه للتكوين هذا راه من ديورش الناس اللي هما صحاح، راه من ديور الناس سلي هما مفروض يعيش اعاقه. وكان طالب الناس المسؤولين علاش هادشي اللي كيديروا لينا، ما موفرنا لا حقوق لا والو. وهذه النقطه الاولى. والنقطه الثانيه بالنسبه للسكن كاين التهميش ما داينش قناطر السكن اللي تيجيو حساو. حنا انا في منطقه شبير رامي، في الدوار بير رامي. بالنسبه ملي جاو في الاحساء 2010 قيدوني انا وخويا معاق. ملي مشيت باش نشوف اللائحه ديال لقيت راسي دارونا حنا بجوجنا بقعه وحده. علاش؟ لحقاش كاينه التهميش في السلطات، كاينه التهميش في السلطات بصفه عامه. لحقاش هذاك الشيء، هذاك المقدم وهذاك الشيخ وهذاك القائد، بحال دابا القائد وجوج معاقين في دار وحده كيديروا لهم عير جوج بقعوا ياخذوهم وحده باش يبيعوا على راسهم. وكنطالب الناس المسؤولين يحلوا هذا الملف هذا. عاش الملك وشكرا.